اسمي بشيرة تليجة، عمري 32 سنة، أستاذة جامعية في اللغة الألمانية. إني تربيت في عائلة جذورها كودية حرة. إني بنت العائلة الشعبية، بنت الحومة العربي. قريت وتعلمت وكبرت في كودا. صحيح خرجت قريت البرة، سافرت وعشت فترة في ألمانيا، لكني عمري ما نسيت فضل بلادي عليا. عندي حلمة في مخي نحب نبدل ونغير كودا ونشوفها علاش ليه مدينة كيف مدن ألمانيا. على خاطرني نحب نغير بلاديتي، قررت اليوم باش نرشح روحي في قائمة شبابية مستقلة سميناها البوري، فيها من خيرة شبابنا وشاباتنا. خاطرني نؤمن اللي الشباب هو الحل، الشباب هو المستقبل، ومستقبل كودا في أولادها وبناتها. خبرتي في مجال التعليم علمتني الصبر والدبلوماسية، علمتني روح المسؤولية، مش كنت تجاه الطلبة متاعي لكن تجاه بلادي زادة. حلمتي نغير كودا، حلمتي نشوف أكودة نظيفة، حلمتي ما هيش صعيبة، حلمتي مشروعة. يزي من الكياسات المحفرة اللي دقدقتنا كراهبنا، يزي من الموبالة اللي غمتنا والوشواشة اللي قرصتنا. فدينا التروتوارات المستعمرة اللي ما نجموش نمشيو فيها على ساقينا. نحب نشوف أكودة نكرسوا فيها سلطة القانون لا قانون السلطة. نحب نشوف أكودة التنمية، أكودة بلادنا نحبوها وتحبنا الخير. أنا اليوم موجودة في القائمة المستقلة البوري، حلمتنا جميلة، حلمتنا أكودة نشوفوها مزيانة، أكودة التنمية، أكودة التطور، أكودة النظام، أكودة نظافة. حلمتنا مشروعة وأكودة محتاجتنا، نحطوا اليد في اليد وننظفوا بلادنا ونحسنوها.